مماثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، توجه رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي أمس الجمعة إلى مدينة أبوري بجمهورية غانا للمشاركة في الطبعة الثانية لحوارات إفريقيا حول الازدهار. ويدور موضوع هذه الطبعة التي تستغرق أشغالها يومين حول بناء سوق موحد إفريقي، كما يبحث اللقاء توقعات ومسؤوليات القادة السياسيين وكذا المسؤولين الاقتصاديين. وكان في استقبال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي عند وصوله إلى المطار سفير الجزائر لدى جمهورية غانا. أكد الرئيس الكيني ويليام روتو اهتمامه بتحقيق تكامل اقتصادي بين بلاده والجزائر. وذكر ويليام روتو خلال حفل رسمي أقيم بميناء مومباسا الذي شهد تسليم 16 ألف طن من الأسمدة التي منحتها الجزائر إلى جمهورية كينيا كهبة باسم الحكومة في إطار سياسة الجزائر التضامنية والمساهمة في دفع عجلة التنمية بالقارة الإفريقية، مع التطلع إلى العمل لإقامة علاقات ثنائية بين البلدين محورها التكامل الاقتصادي. عقد المدير العام للخطوط الجوية الجزائري ياسين بن سليمان جلسة عمل بالمديرية الجهوية للشركة بورقلا مع الوكالات السياحية لبحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين. اللقاء جاء بهدف الاستفادة من تجارب الوكالات خصوصا في ظل التحديات التي يواجهها النقل الجوي والمنافسة بين شركات الطيران. وأبرز المدير العام للجوية الجزائرية أن جلسات العمل مع الوكالات السياحية تسمح باقتراح منتجات لفائدة الزبون الجزائري والسواح في منطقة الجنوب. وثقت منظمة الصحة العالمية أكثر من 676 انتهاكا صهيونيا على المرافق الطبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي، من بينها 318 هجمة في قطاع غزة. وأفادت المنظمة الدولية أن 95 منشأة طبية من بينها 27 مستشفى من أصل 36 و85 سيارة إسعاف تضررت من هذه الهجمات الصهيونية. وفي الضفة الغربية المحتلة نفذ الاحتلال الصهيوني 358 هجوما تضررت بفعله 44 منشأة صحية و15 عيادة متنقلة و245 سيارة إسعاف، إضافة إلى 247 حادثة لعرقلة تقديم الرعاية الصحية وكذا 58 حالة احتجاز. قدمت شركة انترناشونال بيزنس ماشينز المعروفة اختصارا باسم IBM توقعات إيجابية للإيرادات والتدفقات النقدية خلال العام الجاري، وهي إشارة متفائلة بشأن وتيرة إنفاق الشركة على التكنولوجيا حتى في ظل توقعها بخفض عدد الوظائف. وقالت الشركة أن التدفقات النقدية الحرة ستبلغ حوالي 12 مليار دولار خلال العام الحالي. وأضافت الشركة أن الإيرادات ستنمو بنسبة 5% مع ارتفاع مبيعات الشركة في الربع الرابع بنسبة 4.1% لتصل إلى 17.4 مليار دولار.